إذا للوقوف عند انتهاكات ميليشيا الحوثي وتعمدها قصف موانئ تصدير النفط واستيراد السلع الأساسية لليمنيين، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا المحلل السياسي اليمني توفيق حميدي. أستاذ توفيق، مرحبا بكم. يعني فشلت كل الجهود الدبلوماسية لتمديد الهدنة بين ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية في اليمن، ولكن هل هناك أوراق تراهن عليها ميليشيا الحوثي في تقويضها لموضوع الهدنة الأممية أستاذ توفيق؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر جماعة الحوثي تراهن على عدد من المعطيات والأوراق إذا جاز التعبير، أولها الوضع الدولي العالمي، خاصة الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها التي أفرزت ما يمكن أن نسميه اليوم معركة الطاقة، وبالتالي يأتي اليوم استهداف الموانئ اليمنية في هذا الإطار. الناحية الثانية، تستغل جماعة الحوثي رغبة الأطراف بالسلام وخاصة دول التحالف على رأسها المملكة العربية السعودية، وترى بأنها نقطة ضعف، وبالتالي تعمل على رفع سقف توقعاتها ومطالبها وشروطها، لأن جماعة الحوثي ترى في النهاية أنها اليوم هي المبادرة، هي التي تمسك بزمام المبادرة، وكانت هي قد قامت بقصف كثير من المواقع النفطية الحيوية في المملكة العربية السعودية قبل توقيع هدنة إبريل من عام 2022. ربما الورقة الثالثة هي تشرذم معسكر الشرعية. اليوم برغم أن اتفاق الرياضة واتفاق 7 إبريل أنتج قيادة جديدة لليمن وهي المجلس القيادي الرئاسي، لكن يبدو أن هذا المجلس عمق الخلافات والانقسامات داخل معسكر الشرعية ولم يأتي بمكان يتوقعه اليمنيون ويأملون إليه أن تتوحد الجبهات العسكرية والقرار السياسي، وبالتالي يشكل ورقة ضغط، خاصة وأن اتفاق الرياض كان من ضمن إعلاناته الواضحة أن هذا المجلس سيذهب إلى اتفاق سلام شامل مع جماعة الحوثي. هذه الأوراق التي تلعب اليوم من خلالها جماعة الحوثي، إضافة إلى أوراق أخرى متعلقة بالدعم الإقليمي، مفاوضات إيران وأمريكا بشأن الملف النووي. بشكل عام نستطيع نقول حالة التذبذب وحالة الرخاوة على المستوى الدولي والإقليمي والداخلي هي أكبر أو أقوى الأوراق التي تلعب من خلالها جماعة الحوثي. أستاذ توفيق، الحوثيون يعني يستهدفون المنشآت الاقتصادية وأيضا موانئ تصدير النفط واستيراد السلع الأساسية للبلاد، كل ذلك يجري بواسطة المسيرات الإيرانية. هذه الهجمات أصبحت تمثل تهديدا للأمن والسلم، وبالتالي تشكل تحديا جديدا لجهود إحلال السلام في المنطقة. ما هدف الحوثيين من يعني هم يركزون على موانئ تصدير النفط واستيراد السلع الأساسية للبلاد، ما هدفهم من وراء كل ذلك؟ الحوثيون يريدون أن يوجهوا رسالتين. الرسالة الأولى هي للمجتمع الدولي بأننا نحن اليوم العامل الأقوى والعامل الأكثر فاعلية الموجودين على الأرض، وبالتالي لا يمكن أن تمر عملية السلام إلا من خلالها. ولذلك أنت تلاحظ أن خلال الفترة الماضية عملية المفاوضات وعملية الوفود هم يتجهون إلى صنعاء فقط. الحكومة الشرعية كأن اليوم مستسلمة لما سيتم، يعني ما ستنتجه هذه المفاوضات سواء التي تدار بين المملكة العربية السعودية والتحالف جماعة الحوثي والأمم المتحدة، وكأنها مسلمة. لكن اليوم جماعة الحوثي تريد أن تقول نحن اليوم الموجود ونحن الفاعل ونحن الرقم الأقوى، الأقوى سياسيا والأقوى عسكريا، وبالتالي اليوم إخراج المسيرات ما بين الفترة والأخرى تذكير العالم ها نحن ما زلنا موجودين بعد 8 سنوات، نحن الأقوى. على المستوى الداخلي اليوم جماعة الحوثي تتبنى خطاب وطني بغض النظر عن أنها يعني تستخدم هذا الخطاب لخداع الناس أو لتضليلهم أو لإخفاء أهدافها الحقيقية، لكنها تحاول أن تقول للشعب اليمني أن اليوم أدافع عن ثروات البلاد التي
كما يقولون بأنها يتم نهبها وذهابها إلى بنوك أخرى خارج الأراضي اليمنية. وبالتالي هذا أيضا هدف من أهداف هذه الجماعة، الخطاب الوطني ودغدغة عواطف الشعب اليمني في هذه المرحلة. الرسالة الثالثة، تريد أن تبقى جبهتها الداخلية في حالة استنفار عسكري دائم. جماعة الحوثي تدرك أن وقف الحرب سيخلق الكثير من الرخاوة داخل المعسكر، لأن في النهاية هي ميليشيا عسكرية. نعم. وجودها وقوتها مرهون باستمرار هذه الحرب. حالة السلم ليس في صالح جماعة الحوثي، بل سنرى أنه ربما تظهر حرب المصالح بين قيادة هذه الجماعة، سواء القيادة الميدانية أو القيادة السياسية أو القيادة العسكرية. وبالتالي جماعة الحوثي ما بين الفترة الأخرى تريد أن تقول لي، تقدم رسائل لصفها الداخلي بأننا ما زلنا في حالة حرب، يبقى متماسك، يبقى على أهبة الاستعداد دون أن يتسلل إليه حالة الرخاوة والتشرذم التي تخشاه جماعة الحوثي. أستاذ توفيق، على ذكر حرب المصالح، موضوع استهداف الموانئ، من المستفيد الأكبر من وراء ذلك؟ من مصلحة من؟ مستفيد جماعة الحوثي اليوم. نعم. المتضرر الأكبر هو الشعب اليمني. اليوم ندرك اليوم يعني خلال يعني هذه الأيام هنالك حراك موجود على الشارع، هنالك أنباء ربما عن حالة تململ، رأينا حتى فيديوهات من أنصار أو مناصرين لجماعة الحوثي يدعون الناس إلى عدم الخروج، رأينا مسؤولين كبار في جماعة الحوثي يعلنون أو يحاولون أن يوضحون لماذا يعتبرون أن الداعين للتمرد أو للثورة الشعبية هم يتساوون مع العدوان كما يسمونهم في حصارهم مع الشعب اليمني. يدركون المتضرر اليوم الشعب اليمني بدرجة كبيرة، هو المتضرر الأوحد من الحصار بشكل عام على المستوى العام وعلى المستوى حتى على مستوى المدن. جماعة الحوثي تحقق أهداف سياسية، رسائل سياسية، حتى ليست أهداف نستطيع أن نقول متماسكة وواضحة، لكن في النهاية كما قلنا تريد أن تقولها أنا ذا، لكن المتضرر من بالدرجة الأولى والأخيرة هو الشعب اليمني، ومصير هذا الشعب تدهور مستمر، عدم قدرة على توفير الاحتياجات أو تحريك حتى الشارع الاقتصادي لإيجاد نوع من فرص العمل لهذا المجتمع، أو حتى دخول المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وأطرافها. أستاذ توفيق، بدقيقة لو تفضلتم بذلك، المتابع للشأن اليمني يلاحظ تراجع الدور الأمريكي في اليمن، خاصة أن البعض وصفه بأنه مخيب للآمال، ما السر وراء ذلك؟ أنا باعتقاد الدور الإيراني اليوم يحاول أن يدير المشهد لا يتدخل فيه. اليوم الإيرانيون ربما لأسباب متعلقة بالصراع الدولي، التواجد الصيني، عدم رضاها ربما عن سياسة بعض الأطراف في المنطقة، هكذا تريد أن تبقى نوع المشاهد من بعيد. إلى أين تتجه البوصلة؟ إلى أين يسير هذا الرك؟ هي تريد أن تتحكم في المشهد دون أن تؤذي يدها أو أن تغرق فيه، وهذا ربما الحاصل اليوم. ربما اليوم المشهد اليمني لم يعد مشهدا أمريكيا، الجميع يغازل فيه، من الروس، من الصينيين، من كل الأطراف. وبالتالي اليوم أي انعكاسات للسياسة الأمريكية في علاقتها مع الأطراف هو ينعكس بلا شك حول الدور الأمريكي داخل اليمن. عبر سكايب من فيينا المحلل السياسي اليمني توفيق حميدي، شكرا جزيلا لكم.